بعد سلمى بهجت ونيرة أشرف وبنت تانية، امبارح بالليل كان في جريمة جديدة في المنصورة، وبرضو بطلة الحدث فتاة والحاضرين هم الأهالي. الخبر: أهالي يمسكون بشاب طعن فتاة بسلاح أبيض بمحيط شارع كلية الدراسات بالمنصورة. تخيل، بقت موضة، بقت موضة والله العظيم. إيه السخف ده؟ إيه السخف ده؟ أمسك أهالي المنصورة بشابين عند محاولتهما الفرار بعدما طعن أحدهم فتاة باستخدام سلاح أبيض كانت بحوزته بمدينة المنصورة. إزاي كده؟ يعني إيه ننزل بناتنا بعد كده بحراسة؟ أمال فين الداخلية؟ بجد والله فين الداخلية؟ يعني فين الداخلية اللي طلعت قالت إيه بقى الداخلية؟ قالت ده واحد فيهم كان على علاقة بالبنت. أهو الأهالي والله بيقولوا الداخلية طلعت طلعت النهاردة أحدهم كان على علاقة بأحدهم، يعني البنت مش كويسة. يعني البنت مش تمام يعني. يا راجل، علاقة عاطفية؟ طب كويس جدا، الداخلية عرفت السر دلوقتي. يا ريت بقى تعرف تساعد الراجل ده. يا ريت، يا ريت الداخلية، يعني عايزة الداخلية تقول لكم لموا بناتكم. يعني لما الداخلية يبقى تصريحها أصل واحد فيهم كان على علاقة بيها، طب ما هو اللي قتل قبل كده كان على علاقة برضه. هل ده مبرر للقتل؟ قتل. وبعدين البنت اللي اتضربت بالمطوة دي إن شاء الله تكون مع يعني كويسة، يعني مش محتاجة طبيب نفسي بعد كده؟ لا ملناش دعوة، هو واحد يعني البنت كانت كويسة. يا ريت الداخلية تساعد الراجل ده بقى اللي اتخطف ابنه. اسمع الراجل ده وهو بيقول اتخطف ابني، اسمع. بلاغ لوزير الداخلية، بلاغ لهيئة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية، بلاغ لأمن الدولة، بلاغ لحكومة مصر. أنا بتظلم من أمناء شرطة مركز مغاربة عشان ابني اتخطف هو وصاحبه وأنا على الموتوسيكل، يتضرب ويدخلوا مخزن يتسجل لهم ويتضربوا وياخدوهم المركز، وبالاتفاق مع أمناء الشرطة زمايلهم زي ما قال صاحبي، على حساب مين؟ أمين الشرطة لما يقبض وينشر المظلوم على حساب مين؟ على حساب ابني وصاحبه؟ الناس دي خطفت. احنا قعدنا في معاد عرفه واثبتنا الكلام دوت، وبدل ما كان معايا اتنين شهاد او اتنين شهود اصبح دلوقتي 15 17 شاهد ان في خطف. اعمل المهدر ويتحفظ، اروح للنائب العام للمحامي العام ويتحفظ تاني بسبب ايه؟ تحريات المباحث. انا بتظلم من مركز مغاره، من امناء شرطه مركز مغاره. يا جماعه اللي يسمع صوت الشيخ، انا حقي مش هيضيع. الداخليه بقى مشغوله في قصه تانيه، الداخلية مشغولة في قصص تانية. لا مشغولة بالبنت اللي اتطعنت، ولا البنات اللي هيطعنوا، ولا مشغولة بالراجل اللي اتخطف ابنه. الداخلية في حتة تانية. عشان كده رصد الحقيقة لخصت لك يد الشرطة الطليقة أربع حوادث لإهانة المواطنين. يد الشرطة طليقة أربع حوادث لإهانة المواطنين خلال عدة أيام. ضابط شرطة يحتجز عامل داخل التخشيب لمدة يوم دون سبب خلال مروره على كمين أثناء عودته من عمله. حادثة تانية، مواطن يشكو اعتقال الشرطة لأخيه وأهانته دون سبب. حادثة تالتة، ضابط شرطة يهدد محامين في الإسماعيلية بالتصفية ويطلق خمس رصاصات من سلاحه. حادثة الرابعة، ضابط يصفع مواطنا على وجهه بسبب الخلاف على أسبقية المرور. أربع حوادث خلال أيام من إيد الشرطة. لكن الشرطة مش فاضية للبنت اللي طعنت على إيد واحد، قالت لك أصله كانت على علاقة بأحدهم. يا راجل، النظام طلع رئيس المجلس الأعلى أو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب اللي هتجنني. يعني أنا ما أعرفش إيه سر مشيرة خطاب التي فشل نظام مبارك إنه يخليها أمين عام اليونسكو. يعني مشيرة خطاب دي نظام مبارك حب يخليها تبقى أمين عام اليونسكو. اليونسكو بقى منظمة العلوم والثقافة في العالم، حاجة يديك الشرف كله. فحاولوا بقى النظام انه يخلي أمينة مشيرة خطاب دي تبقى هي. سقطت قدام القطري، وبس الراجل القطري راجل عنده مؤلفات وعنده حاجة جامدة. عملوها دلوقتي بقى رئيسة الجهاز القومي للحقوق الإنسان والمجلس القومي للحقوق الإنسان، طلعت تقول لك
ما فيش اي انتهاكات على فكرة، المعتقلين في مصر زي الفل اهو. اتفضل العب. علاء عبد الفتاح واسرته تشهد على كلامي. انا يعني على اتصال دائم باسرته وعملنا لهم لبينا لهم كل طلباتهم، وهم نفسهم طلعوا واشتكروني على وسائل الاعلام، واختلفنا لما قلت لهم ما تشكرونيش، اشكروا الجهه اللي نقلت علاء عبد الفتاح، انا ما كنت الا وسيط نقلت الرساله. الحقيقه انا حسيت بقدر من التعالي وزعلت، ويعني خدت خطوه لورا، عملنا مجهود جامد جدا مع علاء عبد الفتاح. لكن تعالي من قصتي يا مسعد سفير. يعني الحقيقه انا شايفه ان في تعالي، ويمكن معرفش يعني الناس بتفكر ازاي، يمكن انا عايزه افضل تحت الاضواء فهعمل الحاجات اللي تجيب لي مزيد من الاضواء. طب بس دي اخر سؤال عشان انا طولت عليك، اخر سؤال هو الحمله الشعواء اللي كانت من اسبوعين بتقول انه عبد المنعم ابو الفتوح محروم من العلاج والدواء وهيموت، والاخوان عملوا حمله منظمه ممنهجه غير مسبوقه في كل وسائل الاعلام التابعه ليهم، يا حضرتك برضه تقولي ايه على هذا الموضوع؟ عايزه اقول انه الكلام ده الرئيس قاله، اللي بيتحبس بيقضي عقوبه حبس لا يعاقب مرتين، عقوبته انه اتحبس، ولكن جميع حقوقه مكفوله، اولها الحق في المعامله بكرامه، يليها الحق في الرعايه الصحيه، الحق في التريض، الحق في الحصول على المعلومات، و و و و فمن حق كل شخص محروم من حريته انه يطالب، ومن حق اسرته انها تطالب، واحنا كواجب علينا نحقق هذه المطالبات، اذا كان محتاج خدمه طبيه لازم يحصل على الخدمه الطبيه. اسره علاء هي على حسب الدكتوره مشيره او الاستاذ مشيره خطاب، اسره علاء حست ان في تعالي، هي حست ان هم بيتعالوا، وحست ان اسره علاء عايزين يعملوا يبقوا شو. يا راجل علاء محبوس من فتره بلا قضيه. طب نشوف بيان منظمه العفو الدوليه اللي بيقول ان ابو الفتوح، هي بتقول لك ابو الفتوح لا او مش عارف ايه، ابو الفتوح محروم من العلاج رغم تعرضه لاربع نوبات قلبيه. ايه رايك يا دكتوره يا كدابه؟ انا مش عارف الناس دي هتقابل ربنا ازاي. كمان علاء عبد الفتاح لسه مواصل اضرابه عن الطعام يا دكتوره لليوم ال 165، ده غير انتهاكات ثانيه. علاء عبد الفتاح يواصل اضرابه عن الطعام في معاهي بقى بيعمل شو؟ هيموت جوه السجن شو يعني؟ اتقي الله يا مشيره يا فاشله. والله العظيم مبارك جاب لنا ناس اهو، علمت من اسره محبوس نخله سجن بدر زوجة الصحفي أحمد سبيع لأنني ممنوعة من زيارته منذ عامين ونصف. برضو مرات أحمد سبيع عايزة تعمل شو؟ الجنايات تنظر تجديد حبس محمد عادل وزوجته أكتر من أربع سنين احتياطي، خرجوه كفاية كده، برضو عايزين يعملوا احتياطي. تقي الله في نفسكم، ده أنتوا ربنا ما تعرفش.